يا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. واليوم معايا سعود ريفيو من قناة سعود ريفيو obviously. كيف حالك يا سعود؟ أهلا وسهلا. يلا حيا أسفرت وانورت. الله يسعدك والله ما شاء الله تبارك الله، المكان الجميل والشخص الجميل قدامهم عليك تحت الهواء. أيوة بالضبط. طيب والله من زمان انتظر اللحظة هذه، من زمان يعني على انك قريب مني، بيني وبينك 200 كيلو. لا سبحان الله، ما كل ما نحاول نرتبها انا وياه ما تزبط. صادف القدر انه يعني كذا جدول وجدول وما تعارضوا، فقلنا يلا خلينا نستغل الفرصة ونصور حلقة على الماشي، ومجهز له اسئلتنا ويصلخ ظهره فيها. نخش على الاسئلة على طول ولا عندك شيء كذا حاب تصرح فيه؟ لا ما عندي اي تصاريح. قبل اللقاء خليني اصرح تصاريح، متاكد ضد التصاريح. مارفلاوي، ديساوي، ديزناوي، اتش اوباوي، امساوي، نتفلكس، الله اعلم. طيب حنبدا بالسؤال الاول يا سعود. السؤال الاول يقول لك: ممثل تحس انك مستعد تشوف له اي فيلم سواء كان حلو ولا سيء، كذا سبحان الله الممثل هذا ودك تتابع له اي افلام. طيب ممثل واحد الحين اقول لك ممثل. ممثلين بكيفك، بس انا ابغى ممثل، ابغى اسم واحد يكفيني. شوف والله الممثلين سؤال صعب، ممثلين كثار يعجبون، ممثلين كثار احب اشوفهم على الشاشه، بس الاقرب ركز في سؤالي، مستعد تشوف له اي عمل؟ اي عمل هذه انا الحين، انا من الحين اقول لك ما عندي. شوف قفلت علي سؤالي. ها انا ما عندي، بس ما وصلت لذي المرحله. شوف ما وصلت لها لانه زي ما قلت لك صعب احصرها في ممثل واحد. ممثلين كثار يا اخي اللي احبهم ما عندي مشكله مثلا اشوفهم على الشاشه، وحتى لو كان الفيلم بايخ، بس يا اخي احب الباتشينو. لسه انا لسه ما اخذها من لساني. يا اخي يا اخي لو يمثل لحاله في غرفه فرد ما عندي مشكله. باتشينو كبير يعني، حتى الان مع كبر سنه وقريب في كذا مسلسل يحاول يصرخ يرجع باتشينو القديم، بس تل الباتشينو. يعني في ايرشمان، وشفت في ايرشمان قريب بسنتين، أيوة أيوة. خيال باتشينو موجود، ايوه موجود الباتشينو. فهذا الممثل اللي ما عندي مشكله اشوف له اي شيء، حتى لو كان كبر في السن او الى اخره. الباتشينو الباتشينو يعني. حلو اجابه ممتازه. صدق انا كان على بالي برضو اقول الباتشينو، لما انا قلت لك انا ما في بالي اسم، لو اني فعلا مضطر يعني اتابع افلام معينه لشخص واحد لفتره طويله بختار الباتشينو. يقول لك لو رجعت لابعد نقطه بذاكرتك، هو شوف السؤال ذا صعب انك تجيبه مره، عارف حاول كذا ترجع بذاكرتك لابعد نقطه، ايش اقدم فيلم تابعته او اول فيلم تابعته؟ مش اقدم فيلم تاريخيا، اقصد ايش اول فيلم انت تابعته زمان. انا كيف بدأت في الافلام؟ كان اخوي الكبير يروح عندنا في جدة في شارع كذا اسمه شارع التوبة معروف جدا، واضح انه حق شرطة فيديو. حق شرطة فيديو كان يروح يستاجر ب10 ريال ما ادري بخمس، والله ناسي. المهم كان يجيب كل فترة وفترة افلام. الافلام اللي ماسكة براسي الى الان فيلمين تقريبا، فيلم لأوين ويلسون اتوقع اسمه ليفت انمي بيهايند او بيهايند انمي لاينز، فيلم كذا حربي واكشن. اوين ويلسون ايوه تسوي فيلم حربي، تخيل كيف تجي؟ ما ادري. طيب ما اعرف، انا ما اتابع الافلام مع اني احب الممثل. اكشن جميل يا رجل، ما في لقطات الان ما انساها. والثاني حق انطونيو بانديراس وانس ابون تايم من مكسيكو وديسبراد، واحد من الفيلمين حق الثلاثيه. أيه. حق الجيتار اللي فيه حلو. بس هذه الفيلمين تقريبا البدايات. كويس انك فاكر اسمه. ايوه انا اذكره، لا لانه نوستالجيا كذا كل فتره اشوفه يا اخي، الله اتذكر زمان كنت اشوفه. غير مثلا حتى اقول لك مثلا لاين كينج تقريبا ديزني، لان اثرت فيني عارف، في افلام اتذكرها يعني. تخيل تشوف فيلم واحد معاه جيتار يطلع من الرشاش، ما تنساه. ما تنساه. لا بس انا اقصد كويس انك فاكر اسم الفيلم. انا والله في فيلم تابعته زمان، يمكن ذا اقدم فيلم، بس مستحيل اجيب اسمه، ماني قادر اجيب اسمه، مستحيل. اللي افتكر انه في واحد اسمر وفي قطار، ايوه في قطار، وهو يكون فوق القطار ويتضارب ويبغى ينقذ بنت بيضة يحب بعض. مثل معروف؟ لا والممثل مي معروف. اقول لك فيلم مستحيل نجيبه. اللي يعرف الفيلم يقول لنا. صدقني مستحيل. اللي يعرف الفيلم يقول لنا. وبرضه توي ستوري، يعني تقريبا بدايتي افتكر يعني وانا طفل، وحكيت هذه في اليوتيوب. توي ستوري، توي ستوري هي اللي دخلت، لانه ترك فيك برضه اثر صح. ورابع ابتدائي كنت، تخيل رابع ابتدائي وتشوف توي ستوري، اوبا واعنف خلاص كل شيء البدايات. يا رجل الجود فادر شفته انا في المتوسط. والله يا اخي دخلت افلام كثيره، دخلت دخله قويه انا يعني. انا لا المتوسط ما كنت اعرف، ما لا مو متوسط، حتى قبل متوسط كان على سادس ابتدائي شيء زي كذا. كان يتكلم واحد من اقاربي عليه، متكا كان يتكلم عن مشهد الحصان، راس الحصان. شدني ايش اللي راس الحصان؟ بس من هنا بدا ياخذني عادي كل يوم انبرش. تخيل ابتدائي. طيب حلو، انت عارف انا ترى مرت الابتدائيه، مرت المتوسطه، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، وانا اهتماماتي بسيطه جدا ترى فيها، شويه كذا انتقائيات، ماني مهتم يعني ما اتابع. متى ضربت معايا في 2010 2011؟
مسكت خط كذا لقيت نفسي. ايش الشيء اللي مسكك وخلاك مثلا تخش في هذا العالم؟ ما افتكر في شيء يعني. لا طيب حلو، السؤال اللي بعده يقول لك اكثر شخصيه سينمائيه او تلفزيونيه سببت لك رعب. الشخصيه دي لو شفتها في الواقع يمكن تعملها على نفسك. لا ما راح اعمل. شوف شخصيتين، ما بقول شخصية المرة، شخصيتين. الأولى اللي هي شخصية جاك في The Shining، لأنه شخص عادي ترى. حلو. تذكر ما أدري إذا شفت The Shining. عندي مشكلة مع المخرج. أنا ما عندي مشكلة مع المخرج بس ما عندي مشكلة مع جاك نيكلسون. شفت جاك كيف نيكلسون. جاك نيكلسون في قلبي. شخص عادي بعد نهاية الفيلم شخص متوحش، فهذا يقدر يكون أنا أنت أي شخص العزلة تأثر عليه. الشخص اللي خوفني اللي ما أبغى أقابله في الطريق حق كريستوف وولز في Inglourious Basterds، هانز لاندر النازي. اعوذ بالله. هذا ما ابغى اقابله في مطعم. هذا ما ابغى اقابله في قطار كذا ماشي. هذا ما ابغى اشوف طريقي يعني. الشخصيه هذه يعني حتى لو اصنفها من افضل الشخصيات المرعبه والشريره اللي هو هانز لاندر. يا ابوي نظراته كيف، شوف ذاك في بدايه الفيلم يوم كان يشرب حليب، يوم دخل، يوم جلس يلف يدور يلف يدور، أيوه. يدور بعدين بس اعطاه نظره كذا. اعطاه النظره ذيك، عارف ذاك خرطش، اعترف، عرف انه على طول طلع تحت هنا قلت له هو من اول في بدايه الفيلم وراك انه هذه الشخصيه طاغيه. الله يستر انه بعيونه كذا يخليك تغير رايك وتعترف. ده عظيم، واخذ الاوسكار يستحق الامانه. الشخصيه هذه ما انساها ابدا. على انه الممثل ترى مظلوم يعني، ما له ادوار كثير، ما اعطاه حقه الا ترنتينو. صح، افلام ترنتينو يكون متواجده اكثر، بس هذا الدور بالتحديد حتى الفيلم هذا. طيب غريبه، انا توقعت انك بتقول ممكن انتون شيغور. انتون شيغور شوف تعجبني من الفيلن الرهيبين اللي انت اتوقع من حازم. اقول لك والله هذا لو قابلته في الشارع اركض. شوف على الاقل على الاقل بالقدر، على الاقل خوينا اللي في Inglourious Basterds اذا ما بينه وبينه مصالح بيسحب عليك بيطنشك. والثاني مين اللي قلت لي؟ جاك نيكلسون. انت اذا انت من جزء معاه ولا من عزلته امورك في السليم. بس هذا من شقور بيطلع لك عمله. تعال تعال. السؤال اللي بعده يا سعود يقول لك فيلم تركك في حالة غريبة جدا بعد متابعته، ممكن أسبوع، ممكن يوم، ممكن ساعتين، كذا فيلم خلصته وقاعد تقول What the fuck؟ إيش تابعت أنا دوبني؟ إيش هذا؟ خلاك وبعص جوك وصرت كذا منفس بطريقة ما، أو صار تفكيرك كذا مشوش. طيب من ناحية شيء كويس ترك فيني أثر ولا شيء سيء؟ أنا أقول لك حالة غريبة، حالة فيلم تركك في حالة غريبة. بس فيلمك أنت اللي تركك في حالة غريبة. أنا أيوه. أقرب فيلم شو اسمه ذاك؟ Vivarium. فايفيريوم. خلصت الفيلم جلست منفس اسبوع، اوعدك منفس اسبوع والله كذا اسبوع. وانا ومدسومار. يا الله ليش تشوف هذه الاشياء انت؟ مدسومار تو مدسومار صح؟ انا انسان ما احب الرعب. كذا عندي مشكله مع الرعب، انتقاء في الرعب. مدسومار شفته لاني ما ادري جعلي ضجه بدايات وكلام، وشفته ما تركني في حاله ضياع، وتقول تركني في حاله اللي نفسيه ودك تموت وتنتحر. والله لا اللي ليش؟ طيب ليش؟ ليش العنف ذا؟ ايش فيكم انتم؟ ايش اللي حصل معكم؟ ما في تقريبا، يمكن مدسومار اتفق معك في افلام ثانيه. فايفيريو انت عارف فايفيريو شفته مره واحده وما ابغى اتذكره. فايفيريو اللي يدخل مخطط سكني ويضيع وما عاد يقدر. هذا انا شفته مره واحده، ما ادري انت شكلك شفته قريب وترك فيك. انا شفته ثلاث مرات. مشكلتك طيب اذا مره عانيت فيه اتفرج اكثر من مره ليش؟ انا شفته اول شيء الحالي، انا عجبني حبيته ترى مره حبيت الفيلم. انا اللي اذكره كان شوف مدسومار تركني في حاله تعيسه وخلاني مره منفس، بس انه ما عجبني الفيلم. انتهى الفيلم رحت اي ام دي بعطيته 1/10. ينقلع، خلي الفلسفه اللي فيه وخلي الرساله تسري. فايفيريوم على انه تقييمه 5/10 ترى، بس حبيته واعطيته 7/10. مره ثانيه شوف والله العظيم هو تعيس. تعقدني انت ولا هو فيلم تعيس، بس انا حبيت رسالته. سويت له مراجعه كامله في اليوتيوب، قعدت اشرحه بالتفصيل من كثر ما حبيته، بس اني ما انكر انه تركني في حاله تعيس. هو افلام كثيره كذا يا اخي تحسك بؤس، عارف اللي تحسس كنه انا لا الافلام اخذها مثلا من ناحيه غير ترفيه، من ناحيه ملجا وهروب من الواقع. الافلام انا كذا اخذها لما انا تبغاني اشوف فيلم زي كذا، تبغاني اهرب من واقع اروح من الواقع مريض اروح من ليش تبغى تتعبني انت؟ ليش سويت لك انا؟ طيب خلينا نعكس السؤال. فيلم سعيد كذا خلصت كنت مبسوط. سينما برديسو اللي فيه الولد الصغير. أيوه. زمان يا رب اقدر افتكر شيء. الولد الصغير اللي كان مره يحب السينما. أيوه. وكذا كتبت له مراجعه، والى الان اطالع في المراجعه ابغى اصور ماني قادر. ليش؟ مشاعر مسيطره في الكتابه يا اخي. بالله خليه شوف حتى في 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 فيها في كاتش فريز مشهوره في الفيلم، هيرز لوكين ات يو كيد
وكله الله بس افتكرت افتكرت الموسيقى اللي بالله. شوفوا يا جماعه فيلم هذا والله العظيم عبد الرحمن اني كاتب، انا على اني ناسي بس افتكر الشعور الحلو اللي كاتب المراجعه لما جيت قبل ما اصور ابغى اراجع المراجعه اللي كتبتها. عارف انا ما احب انسان انت ما توقعت تمر الشيء طلعت بشكل مشاعر اكثر كانك انت قاعد تطبل. عارف انت تستحي تطبل؟ مو استحي طبل، مو زيك لما تطبل مارفل. في واحد يستحي يطبل يا اخوان علموا. تعال شوف مراجعاتي يا ولد، انا شويه واجيب دربك موجوده تحت. حلال. لأن الفيلم هذاك والله يمكن كل ثلاثة شهور طفشت من كل حاجة أشغل على طول، غير رسائلتي، غير أن الفيلم يا أخي سعيد. أنا أول مرة أكون سعيد وحزن في نفس الوقت، ما تجي الحالة هذه في هذا الفيلم. لا بس حلو الفيلم ينتهي وأنت كذا فعلا جوك رهيب. السؤال اللي بعده هذا سؤال بيطلع لنا المخرج اللي في داخلك، بس ركز في السؤال. يا ساتر. تم تعيينك كمخرج بسم الله لفيلم درامي وجريمة مع جرعة خفيفة من الكوميديا، شوية كوميديا لا تفل، شوية طابع. كوميديا طابع ترنتينو هذا. ايوه وميزانية ضخمة جدا، قالوا لك هذه 200 مليون. 200 مليون دولار ايش بتسوي مارفل؟ 200 مليون يا حبيبي بتسوي ثلاثة افلام لترنتينو. هذه ايش الجزئية الاولى. الجزئية اللي بعدها اختار خمسة ممثلين او ممثلات يكونوا ابطال لهذا الفيلم. انت الان قدامك فيلم وقصته بنت كلب ومكتوب كتابه مره ممتازه وعندك ميزانيه ضخمه، بس باقي لك تختار وظف تمثيل وظف ممثل. خمسه ممثلين تبي تجمعهم كذا فيلم واحد حتى لو اموات عادي ترى، وبتجيب واحد سيرو ريزركشن. اوكي طيب خمسه تكون موزعه كذا البطوله عليهم. والله الله يخليني مخرج. شعر البساس قاعد يطير قدام. الله يخليني مخرج. طيب كريستيان بيل حلو، عشان راح اضمن اداء تمثيلي حلو وراح اضمن شرب شخصيه طقم شخصيه. اعجبني شرب شخصيه حلو. باقي اربعه صح ولا كثير؟ يلا الباتشينو حق السبعينات حلو. كم باقي؟ ثلاث. والله باقي كثير يا اخي. يلا روح جمع لملم عادي. طيب دينزل واشنطن، لانه انا ابغى اشد المتابع، ابغى اشد كذا وجهي طول الفيلم بالشخص هذا. ليناردو دي كابريو، لانه ليناردو دي كابريو حلو. كم وصلنا؟ باقي لنا واحد. واحد انت قلت دراما اكشن جريمة شوية دراما وجريمة وكوميدي. طيب لا لا اكشن لازم. طيب السؤال واضح. روبن ويليامز، لان روبن ويليامز الممثل الوحيد اللي تأثرت فيه، او الممثل الوحيد اللي يقدر تقول لك من الدراما خلاص او من الكوميديا، تقول كوميديا خفيفة، انت تقول لي من الكوميديا للدراما للتراجيديا بشكل اكثر من سلاسه. تقلبت المواجهه يا اخي روبن ويليامز يا اخي. طبعا هذول خمسه انت ورطتني بخمسه ممثلين، انا يعني متنوعين مختلفين يعني. عشان تتكلم عن خمسه ممثلين، انا ليش قلت لك خمسه ممثلين؟ عندك ميزانيه ضخمه ولازم تكتها على كمان الخمسه ممثلين هذول. حتى لو طريقه عرض الفيلم ما راح يكون نون لاينر، يكون بفصول عشان كل واحد ياخذ حقه. ايش رايك فينا انا مخرج؟ ممتاز ممتاز. ياخذ الشابتر حقه ويبدا عنده. طيب سؤال لك انا. المشكلة يا اخي انا نفس الشيء تورطت اسال اسئله وما اقول لك صعب خمسه. طيب انا الباتشينو ما فيها كلام، مارلون براندو راح اطلع من قبره واجيبه، جاك نيكلسون وبحط معاهم. شوف مارلون براندو وجاك نيكلسون مثلوا مع بعض، مارلون براندو والباتشينو مثلوا مع بعض. اصبر كيمستري عندك كويس. اصبر الباتشينو مارلون براندو جاك نيكلسون داني دي لويس. اوه والله اجي مثلا اخرج فيلمك تسحبه ليش ما تاخذه عندك؟ لا بس انا ابغى عنصر نسائي كمان. أوه. ابغى عنصر نسائي كذا يضيف مين تبغى كثار قدامه ولا جد؟ والله انا جاي في بالي ميرل ستريب، بس برضو جاي في بالي كيت بلانشيت. شفت ورط خلهم. شوف بميل بروح لكيت بلانشيت لاني احب دورها في فيلم. روح لسكارل جونز تجيب مشاهدات. لا خلي سكارل جونز ايش تجيب مشاهدات. لا لا شوف كيت بلانشيت احبها لانه دورها مره رهيب في ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين. الفيلم ذا بقعد اجيبه في كل لقاء وفي كل. اوه تحبه حق براد بيت صح؟ اداها مع اني كان ودي صراحه اسوي. خلي خذ عشان مره خذ فيورا ديفيس. يلا من عندي سادس. سادس الله يعطيك العافيه. شكرا لك. بنزيد شويه في الميزانيه. لا لا تكفي يلا. ديفيس غاليه. ما لا عادي غاليه ابو راتبها غاليه. داي موفي ما عليك. حلو. السؤال اللي بعده يقول لك لعبه ودك تحولها الى فيلم، وفيلم ودك تحوله الى لعبه. السؤال الاول سهل واللي يعرفني عن قرب يعرف اشرح. لعبه ودك تحولها الى فيلم. لعبه ميتل جير سوليد. بما انك شخص جيمر لكن شكلك العب ماينكرافت. انا العب ماينكرافت بس. شوف مثل جير سوليد السلسله هذه
هي بحد ذاتها تحفة. اللعبة ما ينفع لها فيلم أو فيلمين، يبغى لها 5 أفلام. مسلسل يبغى لها 6 مواسم. طويلة؟ مو طويلة، أحداث اللي فيها أصلاً الجزء الأول أحداثها تكون أصلاً بعد الجزء الخامس من اللعبة. شايف لأي درجة؟ اللعبة مكتوبة بشكل رائع يا رجل. هذه أنا طفشت بين فترة وفترة، أفتح اليوتيوب أكتب أي شيء. في حوارات يا رجل مصاحية بين الشخصيات. أنا أعرف أشهر كاتش فريز في اللعبة لما كان يقول له Why we still here. كله يا رجل في حوارات. هذا أكثر كاتش فريز اشتهر وصلني غصباً عني. يا رجل في شخصيات وأحداث مجنونة. الحين قريب انشارتد بيسوي له فيلم لتوم هولاند و... انت كده عكستها. لا انا ابغى فيلم يتحول. لا انا اقول لك يعني اللي يعرف الالعاب اللي اعرفها انشارتد دي صح بينزل. وذاك شو اسمه اساسن كريد سووا منه فيلم. سووا منه فيلم. هيتمان سووا منه فيلم. افلام كثيره معناته نسحب على السؤال الثاني. السؤال الثاني ما عندك فيلم ودك تحول يا رجل؟ جاد فادر تحول لعبه، لورد اوف ذا رينجز تحول لعبه، هاري بوتر تحول لعبه، ستار وورز تحول لعبه، كل شيء كل براند قوي تحول لعبه. اللي بعده فيلم لا جاب مراجعات وتقييمه ما يبيض الوجه بس انت مره تحبه. تبي تقييمه ما يبيض الوجه؟ ما ادري عن تقييمه، لكن في فيلم تقييمه يعني يكون 5 لا 6 تقييمه كويس بس انت مره تحبه مستعد تعطيه العلامه الكامله او على الاقل علامه مرتفعه. لا علامه كامله صعب ترى، خطيره الكلمه هذه. اي والله يا رجل اعطيت اعمال كثيره العلامه كامله. في فيلم خلينا نتكلم عن افلام مظلوم احسن، ايش رايك؟ حور السؤال مظلوم. لا 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 طيب لا يعني سؤالي واضح جدا. طيب على السؤال، فيلم ضعيف بطريقه ما، تقييمه ما هو مره كويس وما هو مشهور. هو المشكله صعب انك تحصره ضعيف، يمكن الضعيف عندك قوي، يمكن الضعيف يا اخي. انا اتكلم بالتقييم العام. تقييم عام والله تدخل على اي ام دي بي تلاقي تقييمه مثلا 5 من 10، تدخل على روتين توميتو تلاقي تقييمه 65 زي كذا. المشكله اني ما اطالع في التقييم، لكن اعطيك فيلم لممثل شعبوي لكن ما شو راح يتكلم عن هذا الفيلم حقه. يا سلام اعطينا. توم هاردي. حلو. ايش الفيلم؟ فيلم اسمه لوكي او لوك. لوك اللي هو الحارس اللي يسوق السياره بي ام دبليو. اعلان بي ام ذا الحارس في السياره جالس. اعلان بي ام ترى. تخيل انا اتفرج واحد ماسك خط ويشدني. هذا يدل لك على ايش؟ انه الفيلم ايش كويس. واحد جالس يسوق ويتكلم، انا اسوق جايك مره طايف اسوق والله ما حد يطالع فيه وانا اسوق ويتكلم. بس انت عارف انه الفيلم ذاك كان اعلان لبي ام دبليو؟ خليك من الاعلان، ما ادري صراحه كان اعلان. الفيلم اعلان. انا شايف الكاميرا وتوزع للسياره قاعد يعطيك الفيتشرز اللي في السياره. أيوة. يرد بالبلوتوث ويشغل المكيف ويرفع يا رجل صوت. الفيلم هذاك في مشهد انه كان يتخيل ابوه راكب ورا، يا ساتر. يكلم واحد ما حد ما بسه يتكلم. هذا الفيلم اعتبر يعني اقول لك على انه ممثل شعبوي لكن ما يتكلم، حس كذا مظلوم بعيد كذا الجزاية. توم هاردي بقول لك توم هاردي يعطونا كل افلام ما سوى قوله كويس. الفيلم انا تابعته صراحه الفيلم هذا بس فيلم شوف بس ما اشوف لو انا التفت مثلا للتقايم. والله ما ادري لما الافلام تكون تقييمها منخفض ما ادري. اعطيني ايش عندك انت، شو كنا نتفق او نختلف مثلا. انا دوبني قلت لك فايفيريو ما قرب شيء. فايفيريو ماخذ 5 من 10، اعطيته 7.5 من 10. ما ادري للامانه. شوف وفي ناس يا رجال قاعدين يقول كيف تعطي وربي فيلمك زباله. في واحد جاني يقول لي وجيه اقسم بالله جاتني افكار انتحاريه، ايش الفيلم المريض هذا اللي تتابعه؟ شوف انا اقول لك انا عجبني انا شوف انت عشان شوف الأمان انت تخش مثلا تشوف التقييم حتى تحطه. انا شخص ابدا التقييم تجربه احكم عليها. الله عليك الله عليك. التجربه والله حتى في مراجعاتي ما احط اي تقييم، انا خلاص شلت شيء اسمه تقييم لانه صار التركيز على التقييم. احيانا على حسب كذا زي انت حطيت 7 من 10، ليش تحط 7 من 10؟ عرفت؟ لا لا عادي بالعكس. انا متصالح مع لانه اذا مدحت بشكل كثير لازم تحط الريت عالي، اذا مدحت بشكل اخفض لازم الريت، فما ادري ايش العلاقه بينه فصرت اشيله. حلو. فنفس الوقت لما اخش على فيلم اشوف تقييمه يا رجل. كابتن مارفل هو اخر فيلم شفت تقييمه قبل ما اخش السينما. تقييمه مرتفع 8 مدري 7 مدري ايش. كابتن مارفل رحت السينما هذا ما اعطي خساره البوب كورن اللي شريته لما شفته. كابتن مارفل ما عجبك؟ عجبك انت ما عجبك انت عجبك اصلا؟ انا عادي مناسب عادي. اي بس ما هو ممتاز. قوه كويس. الافلام الثانيه لا بس كويس. ليش قوتك كذا؟ ليش انت مره قوي؟ المخرج عاوز خلاص معناته ايش؟ معناته في مشكله. لا لا شوف انا ما اقول لك انه كان فيلم كابتن مارفل مثالي، لا في 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 يعني بس انه ما هو سيء. التقييم اللي كان يجي لا بس ما هو سيء. هو لا هو جاته حملتين، جاته حمله تخفيض تقييم وجاته حملة رفع تقييم، صار مضاربة في النص والتقوا عند 7 من 10. بالله بنشروا في النص. أنا جات لا ترى جاته حملة بنت كلب. أنا اللي فكرته برضه. أنا اللي فكرته إنش إنه كان قبل إند جيم فكان مهم فالناس قامت ترفع، فقلت ممكن لأنه مؤثر في إند جيم، قلت ممكن خلينا نشوف الشخصية هذا. هذا اللي ثار اهتمامي. أنا ما أحب صراحة يعني فكرة إنه في شخصية لا تقهر ما أحبها. إيش كان سؤالنا إحنا؟ وين وقفنا؟ إيش السؤال؟ كيف وصلنا هنا؟ الفيلم اللي زعلك بالتقييم هو دخلنا بالتقييم. حلو. لا ممتاز ما رحنا بعيد. طيب حلو السؤال اللي بعده يقول لك مخرج تتمنى تشوفه يخرج عمل سوبر هيرو. احنا نعرف مخرجين السوبر هيرو كلهم كذا ناس فلاوية وظريفين وكذا جوهم ايش ودي كوميكاوي زي زاك سنايدر زي ايه. شلة جيمس جان زي الاخوين روسو زي خوينا ذاك الرمة اللي اخرج افنجر لكن ما ادري شو اسمه نسيته
واللي خرب جاستس ليج هو كمان نفسه، ظبط افنجرز وخرب جاستس ليج. ودي اعقد مارتن سكورسيزي اخليه يخرج والله. والله ودي اخرج وري الملاهي، طلع الملاهي مستفز، طلع الملاهي نشوف الملاهي. لا لا مين اختيارك؟ انا في واحد في راسي وبالي ومكسر. انا ودي اشوف ديفيد فينشر. ديفيد فينشر ايه، ابغى اشوف ديفيد فينشر لو حطوا سوبر هيرو في يده ايش بيصير. انا عندي انا احب افلام ديفيد فينشر. شوف في مخرج جاهز انه يكون سوبر يا رجل، افلامه الحاله كانه سوبر هيرو، ديني فيرنوف. انت وك شايف فيلم جون هذا جاهز ترى. شوف انا المخرج هذا ترى الى ما سوى سوبر هيرو، ترى الى تعرفت له، تعرفت عليه قريب ترى، كنت اتابع افلامه بس ما ادري مين المخرج، بس اكتشفت انه هو اللي مخرج بليد رانر، هو اللي مخرج بريزونر، هو اللي مخرج ارايفل، هو اللي مخرج انمي. والله الولد مو مهيئ. شو اسمه الاكشن حق ايميلي بلانت؟ سيكايرو اتوقع اسمه. اي سيكايرو الجزئين، هو الجزء الاول اتوقع، الثاني ما ادري، الاول متاكد انه هو. ايوه ايوه لا لا يعني شو الممثل جاهز حق سوبر هيرو ما تبط. بس انه ترى ما يحب السوبر هيرو، هنا المشكله. هو اعترف قال انا ما احب السوبر بس هيرو، بس انه جاهز يعني ايش تبغى؟ كوادر نظيفه يا رجل. فيلم دون شيطان اقسم بالله. شوف فيلم دون على انه مثلا حتى تصنيفه يعتبر مو ريت، هذا اللي مزعلني في الفيلم انه تصنيفه ترى الكل. انا دخلت الفيلم فيه شايف اطفال معي مع اهله. كيف مو ريت؟ كله دم وطعم. دون تحداك اذا ريت. صدقني ريت اذا طلع مو ريت. والله عاد اعتذر منك اذا طلع. لحظه صدقني، ثق فيني، ثق فيني. انا واثق فيك، بس كيف كان في طعن وفي جي اتوقع ما ادري كان، بس مو ريت. صبر صبر صدقني، نطلع تيموثي شارب. وهنا بنشوف وجهي كيف يخسر الرهان امامي يا اخوان. اح والله بي جي 13 كيف كذا؟ في طعن، في دماء، في في مشاهد خفيفه الدماء. خلك من الدفاع يا ابوي، ذاك ابو زق اللي يطير اللي يطفو. والله ما خلى الطفل يشوفه. شفت ذاك اللي يطفو؟ شفت فيه سكاس جارد الممثل. اعوذ بالله يعني من شوف الشيطة. وكل شيء جاهز يا رجل. بليد رانر قاعد ترنح بالالوان اللي تطلع، فدون لا 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 رائع، نظام الاكشن اللي فيه كله يعني، بس لا دخلوا سوبر هيرو ونفسي يدخل سوبر هيرو ار ريتد زي مسلسل ذا بويز. والله حيفل حيبدع توب مع هذا المسلسل. طبعا احنا نحلم انا وانت، ولكن انا بدخل سكورسيزي قبل شوي انا. لا والله مارتن سكورسيزي انت اخترت اثنين مره، لكن انا يعني ديفيد فينشر ما. لا والله ديفيد فينشر ترى صرح برضه، ديفيد فينشر قال انه ما المشكله فيه. ما تدري مين اللي ودي كمان؟ ترنتينو. وهذا ما ريتد 20. اعطينا بويز، اعطينا بويز حاجه كذا. جو بويز، جو ذا بويز. اخر سؤال ابغاك اللي هو انا سالته ماهر للامانه وبسالك اياه، وان شاء الله كل ضيف يجيني السؤال ده لازم يكون موجود لانه مهم جدا ودائما تصير في مضاربه. تعرف قائمه اي ام دي بي افضل 250 فيلم؟ اعرف التوب 5. حلو، توب 5 لازم اشيل واحد عندك. ايوه بس خليني اعطيك اياه. شاوشنك ريديمشن، جاد فادر 1، جاد فادر 2، 12 رجل غاضب، و ذا دارك نايت 12 رجل غاضب. هذه الخمسه الافلام ابغاك تشيل فيلم منها تطلعه وتحط فيلم ثاني في قائمه. انت مصر على دارك نايت؟ دارك نايت انت شلته؟ انا شلت ابوه ما اشيله تحت مره، عادي انزل 6 7 قريب. ايوه عادي، بس انه مو 5 5 ليش تبقى 4؟ طبعا طبعا دقيقه ما اقطع كلامك. اللي ما تعرفوه عن سعود، ترى سعود مره يحب الدراما الكوريه ويحب السينما الكوريه، فراح تلاقوا عنده مرجع كويس للافلام الكوريه. فانا متوقع انك تحط ما حيوصل. لا ما بينه مستحيل. في افلام يا اخي احمد كوري يا اخي، بس انه طيب يلا قول لي فيلم تحطه في قائمه خمسه افلام. ترى عادي ممكن تقول والله انا ابغى اشيل شاوشنك ريديمشن. اسمع انت اذا بتغير رايك شو بتحط؟ برضك مصر على رايك الاول سينف وومن؟ ايوه انا والله ذيك اليوم جاوبته كذا لانه ما كنت متوقع انه يعاد توجيه السؤاليه. سينف وومن ايوه انا ما زلت عند كلمتي، بس عادي. قصدك لو بحط شيء ثاني يا اخي صعب السؤال ترى. والله ممكن احط احدهم طرف وقع وش الوقواق، مع انه موجود. هو المشكله تتكلم عن مثلا توب 5 يعني شيء توب في الموقع. اسمعني، طلع فيلم من قائمة توب 5. سولف انجري ما راح يطلع يا ليل. تعرف وتخلي ليه؟ باتمان يا ابو احد تفهم لي مع هذا هو ماهر شوف 12 انجري ما شفته كم مره وحب حواراته الى ان رنا مشهد السكين كله. مش توب 5 ما يوصل توب 5، توب 10 اوكي يلا قل لي. بس بداله هنا الاصعب انك ما تحط بداله. والمشكله ايش اللي محشور فيه؟ انه جود فادر 1 و2 موجودين، عارف؟ ما اقدر احط شيء. صعب طول لانه السؤال صعب، ما تقدر تحصرها صدقني، ما تقدر. صعب. لو بحط كوري حتى كوري اصعب. كوري تحطه في توب 5. الفيلم الكوري الوحيد اللي اقدر ارشحه اولد بوي. شفت مرة حطيتها بعد واحد اولد بوي، ميموريز اوف موردر، اثنين مع بعض. لا ما يجون مع بعض، وين احنا يا ابوي؟ نحشرهم كذا في نفس القائمه 5.1 عارف؟ والله سؤال صعب. انا اتوقع السؤال لا خلاص اولد بوي. اولد بوي لا ما له شغل والله، مع انه ما يعتبر تفضيل قوي. يا جماعه لا احد يشوف فيلم اولد بوي، نصيحه. ايوه انا اللي يبغى يظل انسان طبيعي ويتابع ويعيش حياته بشكل طبيعي لا يتابع فيلم اولد بوي. صدقني يلعن ام النكد يا شيخ. والله صدقني انه عكس فيلم ثاني قلت لك عليه لسانه اقول لك شوف ايش هو حق ذا ديفل انسايد. ايوه ذا لا
هذا فيلم ثاني. I saw the devil. I saw the devil. والله سؤال صعب. شوف بدأت تيجي الأفلام. Gross Barsters تيجي الخامس. Lord of the Rings الثالث تيجي الخامس. بدأت تيجي الأفلام. سبحان الله. سبحان الله. بدأت تيجي الأفلام. حلو. حلو. طيب جميل. جميل. أنا صراحة زي ما قلت لك. باي. ما عندي. هو شوف. هو أنا شوف قدس فيه اسمه Godfather. هو الأول والثاني موجودين. Godfather. Godfather. الثالث Godfather 3 هذا برا الحسبة مرة. لا تحسب. إيش مشكلتك مع Dark Knight؟ ما عندي مشكلة. قلت لك أنزله 6-7 بس. مش أربعة. ليش أربعة؟ أفضل رابع فيلم دارك نايت. لا لا يا أخي لا. عادي تقييم. ترى شيرنوبل نزل بريكنج باد. مسلسل شيرنوبل هل هو أفضل من بريكنج باد؟ تقييم لا. شيرنوبل ميني سيريس بس برضه على قائمة IMDb دي بي. ما لا ميني سيريس قصة والتي في سيريس قصة بس هو منزله في قائمة IMDb دي بي نفس الشيء. لا إلا لا ادخل ترى مرة ثانية تخسر مرتين لا دي ما بخسر لأن دوب نشافها. طيب يلا جو هيد سوي كات نشوف. لا 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 الحين اجيب لك اول شيء مسلسلات وثائقيه بعدين بريكنج باد. شوف اول واحد بلانيت ثاني واحد بلانيت ثالث واحد بريكنج باد. اي سر شيرنوبل مثلا نزل تحته الخامس تحت كم فوق باند اوف براذرز. نزل جيم اوف ثرونز كمان الظاهر نزل الشعب كله 9.4 أيوه. نزل صدقني اتذكر انه نزل هذول كلهم نزل جيم اوف ثرونز أيوه. نزل بدايته أيوه. وكل ما يزيد عدد المقيمين يبدا ايش يوصل بكره يمكن اولد بوي كلهم يقيمون 10 يطلع فوق صدقني انه ما يطلع على وش واضح اننا ما احنا عارفين نقفل الفيديو هاي ثالث مره تقولها صح مبتلشين. شوفكم ان شاء الله على خير. يعطيكم العافيه. كان معاكم الوجيه وسعود. شوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. انا عليك الحركة. هذه تنزل مقطع بيطلع فضيحه.